الآن السفر كما صرح به الفقهاء السفر خلوة، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة أن تسافر وحدها أو أن تسافر مع رجل ليس من محارمها. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام: انطلق فحج مع امرأتك، يعني لا تدعها تحج وحدها إلى البيت الحرام. إذن السفر مطلق السفر ومنه الحج، لا يجوز للمرأة أن تحج ولا أن تسافر إلا مع زوج أو ذي محرم، لأن السفر خلوة.